الصوره بصراحه زمان يعني ما انا بقول لك بمنتهى الصراحه لا تقارن. لا الصوره لا تقارن بحقيقه لا تقارن. ليه؟ لان دائما الاعلام زمان كان بيتكلم بواقعيه. اللي بيبقى ليه اتجاه زملكاوي بيتكلم زملكاوي، اللي ليه اتجاه اهلاوي، ولكن ما بيحسش الجماهير على التعصب. يعني دايما كنت تحس ان الاعلام كده فيه هدوء. النهارده السوشيال ميديا والحاجات كلها اللي بتطلع النهارده دي، اي حاجه النهارده بتؤثر على الجماهير. أيوة. بتؤثر على التعصب، بتؤثر ان النهارده في اتجاهات سواء داخل نادي اهلي او زمالك، فبتبقى الامور كلها فيها شحن زياده، فيها شحن زياده عن اللزوم. ولكن زي ما قلت لك المباراه لازم تليق بمستوى الكره المصريه والافريقيه والعربيه وكل هذه الامور، لان الاهلي والزمالك بيمثلوا ناديين كبار جدا طبعا. كبار جدا على المستوى الافريقي والمستوى العربي والمستوى العالمي، لان برضو وصول الاهلي يمكن برضو لكاس القارات، وصول الزمالك برضو للدور ده كده بيدي شعبيه للناديين كبيره جدا جدا. أكيد. فلازم الاعلام لازم يبقى مهدي الريتم شويه ومهدي اللعبه شويه، على اساس ان دي مباراه تاريخيه. مباراه تاريخيه هتحسب للاعلام. صحيح. هتحسب للاعلام كمان. هيتعرف الاعلام كان بيتعامل معاها ازاي، هيتعامل معاها ازاي بالظبط. يعني مش هتحسب بس للجماهير ولا مين اللي فاز، لا هتحسب للاعلام. والاعلام ليه دور، والتغطيه الاعلاميه في اليوم ده، والتغطيه الاعلاميه لازم تبقى في تغطيه، مهم جدا لازم تبقى في تغطيه، عشان برضه خلي بالك الناس مشحونه اصلا. يعني الناس برضه مستنيه هذا اللقاء، وهذا اللقاء يمكن برضه عشان ما فيش جماهير ممكن تحضر، او عدد قليل من الجماهير هتحضر. فالناس كلها النهارده مين اللي بيوصل لهم معلومه؟ الاعلام النهارده بيؤثر تاثير كبير. فلازم الاعلام يبقى فيه اتزان في التعامل مع هذه المباراه، لان المباراه دي لازم تطلع بصوره لائقه للنادي الاهلي ونادي الزمالك.